c'è come il capitano, ma acqua fari, o il rabbi subhanu, hai nome per il serhaj, محمود سلطان زمانو والبنوي شد الكاش رامي ما يشد لسانو إيجا اسمع سوني وجديد السندريلا زياني غاني عامل فيهم الشلة رف ماكسي باتي الموجب رمشيها لينا نعطي جارانتي عنا أقوى مدينة ضحكة كبيرة وكلاش عبر كومنتي وما تخاف بارو موسيقى وضمار واش قالوا الستار الكل مع الراس ضحكة كبيرة وكلاش عبر كومنتي وما تخاف بارو موسيقى وضمار واش قالوا الستار الكل مع الراس بارو موسيقى وضمار واش قالوا الستار كله مع الراس ضحكة كبيرة وكلاش عبر كومنتي ما تخاف بارو موسيقى وضمار واش قالوا الستار الكل مع الراس صباح الأنوار تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا مشكورين على وفائكم اليومي على اختياركم فريكونس الديوان باش نترافقوا في رحلة جديدة وحلقة أخرى متينا الاثنين 3 أكتوبر 2022 إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله بداية أسبوع موافقة ومزيانة للجميع ربي يعطيكم كل حاجة باهية وطريق السلامة للناس اللي خرجت وقصد ربي نحكيه على أبرز ما صار في تونس والعالم في 48 ساعة الأخيرة نحكيه على رئيس الجمهورية اللي خلال إشرافه على تأسيس شركة أهلية بولاية نابل اللي صرح ويقول انتهى وقت اللوبيات ولا بد من المحاسبة ديما مع رئيس الجمهورية اللي في زيارة فجئية مستشفى الرابطة اتهم أطراف تدعي الوطنية حسب كلامه بتعطيل التمويلات لمشروع المدينة الصحية بالقيروان نقابة الصحفيين تستنكر الاعتداء على الفريق الصحفي لبرنامج الحقائق الأربع خلال تحقيق بشركة السكك الحديدية والشركة توضح ببيان بعد صدور وثيقة العقلة عقلة توقيفية على حسابات التونسير الشركة توكد توفر الأرض المالية اللازمة لديها للإيفاء بكل التزاماتها بعد تعطل انطلاق الرابطة الأولى لكرة القدم وزير الشباب والرياضة كمال جيش يأكد مشروع مرسوم جديد سيأتي لينظف المشهد الرياضي وليثمن المرفق العام الرياضي هكا قال كمال دقيش في انتظار المرسوم الربح مكمل في الرثماك بوندشا قيمته 100 دينار من اهداء تي ديسكاونت يستنى فيكم والاحتفال بالعيد ميلاد السابع للديوان مازال مكمل دي بوندشا كدوات بالجملة يستنى فيكم تيلة ساعتين ونص كلمونا على 31 328 328 ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم فل ربي يعطيكم كل حاجة باهية مرحبا بالمستمعين ومرحبا بأرمادة نجوم الرثماك يعود لها كالعادة للقيادة كما كل نهار اثنين نبدأ معها الأسبوع نحب تسفيق عليه الكابيتان ولوغرو برنس صباح النور صباح النور صباح الخير صباح الفل صباح الدقلة صباح زياد عطاني سؤال على الصباح ربي يفضله لي قال لي يا حاج راني مخي وقف قلت وش بيك زيدون قال لي خويا الهون تفاش يلعبوا تو عنده الحق مش زياد ما يعرفش والله اكثر من شطار تونس لا تعرف شنو اللي فهم تو الهوند يلعبوا في البطوله الافريقيه للانديه البطله والترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي هما اللي مثلوا في تونس في البطوله هذه عندك الحق سيدون مش انت برك فما ناس تسكن في الحمامات وفي نابل ما يعرفوش فما اللي قاعد صاير على كل حال شكرا. احنا هنا موجودين فالاذاعه الطيبه ذي اذاعه ديوان فهم في الرفماك باش ننوروكم تحبوا اي سؤال حول الرياضه احنا موجودين لهنا انا وسيد ناصر والقائد الفريق السيد لطفي لطفي قاسم كيف غير سيد الرفيق وجناخ ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله نهارك ربي بقى لينا وعليكم الستر الى يوم الستر بدايه اسبوع موفقه للناس كل ان شاء الله اي واحد عنده سؤال في الرياضه ينجم يوجهه لنا اي واحد قداش وفي البارح ديربي المان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كلاو 6 عاد فك عليه 6 قداه
6-3 اسمع انا بدي يا ولدي هذوك كنت نمشي لهم انا حتى للغادي. شكون ماركة شكون ماركة ثلاثية؟ لا شكون وما شكون ما نحفظش لازم لسامي لا عندنا النتيجة ما نحفظهمش خلي غادي النتيجة يلا يكفي النتيجة مش فما واحد ماركة ثلاثة نرجو نحكيو بعد شوية على ما يقوم به العملاق الجديد للكرة العالمية هالاند البارح ثلاثية ثالثة على التوالي رقم قياسي جديد يقوم به. عندنا مشكلة كبيرة في الميكرو على مستوى صوتي أنا ما نعرفش كان نجمو نريقلوه خاطر العباد تتشكى من الكاليتي عندنا مشكلة مقلقة جدا والصوت فيه ياسر بارازيت كان نجمو نتفقدوه في الأثناء نحاول نقص من الكلام أنا ونترك لكم توم الفرصة بما أنه ميكرواتكم ريقلة نرحب به نجم الديوان ونجم الحوار لو جران زياد المكي ونرحب بالناس الكل ان شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند مزيان بالحق البارح ماتش عالمي بين مانشستر يونايتد والسيتي ملا كوره ملا ريتم صحه لهم اللي عندهم كوره هكا وصحه لهم اللي ما عندهمش وديع الجري واخر لهم في البطوله بتاعهم والله يا رفيق عبيد شيخة عاملة 66 كيف أغزل أنا كي نحكي على الوديع بارود يضحك راهو مش يضحك توا راهو في قمة السعادة ويطلب فيا في الويكاند يا رفيقي حرض فيا هبت ستاتويات على وديع يزمك ترى معناتها المستوى اللي طاح له البارودي ربي يهديه وانتو كان شان عديو حلقة مزيانة وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة إن شاء الله العبيد تسمع فينا برشا فلوس رفيق وحب وصحة رزق وصحة وحاجة الباهية الكل نرحموا بيه باش نحكيو على تأخير البطولة تأخير الانطلاق دخول الوزارة على الخد فوضى عارمة كما جرت العادة في الكورة نتاعنا المرة هذه تقريبا 45 يوم 50 يوم قبل انطلاق المونديال منتخب يحضر في المونديال في أجواء ماهيش ولا بد ولكن هذه كورتنا نجمة تاسعة لوبوغوس لوغرو ناصر البدوي نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليا ما احنا والله المنتنفس الوحيد قعدت لنا في الفتره الاخرانيه رياضه سبور ليكيب ناسيونال اون جابر مع ليزاتليت نتاعنا كيف كما تعودوا الناس الكل مالوريزمون توا قاعدين تعداهم فتره صعيبه فتره اداريه اكثر من رياضيه مشاكل كبيره بالجمله ان شاء الله نتجاوزوها بعد المشاكل اللي موجوده في السكر والحليب والياغورت توا زاد عندنا مشاكل في الرياضه هكا كملت دخلت في العشاء خلينا نشوفوها وين بتصفي مالوريزمون رفيق الروتار هذا ما هو في صالح حتى حد لا في صالح الكوره لا في صالح الكريديبيليتي نتاع البطوله نتاعنا ما في صالح حتى حد ان شاء الله يا خويا القرارات اللي نشوفوا فيها باش تاخذوها ان شاء الله في نهايه الامر ترجع للطريق السوي ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه الناس الكل وان شاء الله نزيدوا نحكيوا فيه ان شاء الله اكثر جزئيات واكثر نرجعوا نحكيوا بعد شويه على المشكله القائمه ما بين الجامعه وما بين الشاب وما بين الوزارة المرة ذي كرة اتوخرت بأسبوع ولكن الأجواء مش ولا بد مع الشروط اللي وضعتها الشاب في علاقة بالاحتراز من ذفرين اللي كسبته بالساعة برشا الأمور السلام عليش اللي تسمع فينا صديقنا حافظ تليلي في الاستماع سلموا عليه برشا زيادة يقول لي بروبليم دو سو او نيفو دو تو ميكرو مرة أخرى عن المشكل حالو نلقاو الحلوي زيدون عز التقنيين في الحوار هو مدير فني على الاستوديوهات نتاعنا في عمر 77 سنة 77 سنة وي مازال 77 سنة سي فيري موش ديكلاري لأول موش ديكلاري وما يصبش على تحيل الفيسك شو تتحرك يلا رحبوا بها خبيرة الفن نجمة الأستار سندريلا صباح الأنوار صباح الورد والفل والياسمين والحاجات المزينه الكل ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم الكل ان شاء الله تعديوا جمعه مزينه نحب نفكر اللي احنا في اكتوبر غوز دونك نحب نستغل الدخله باش نقول للناس الكل ما تفلتوا حتى فرصه باش تتفقدوا ارواحكم هاكا اللي خاف نجي حتى باش ما تصيرش من بعد مشكله ان شاء الله يا ربي تكونوا الكل لاباس وفي صحه جيده وتكونوا زيدا منورين دياركم انسى متاع تونس ومتاع العالم الكل يا ربي يدخلوا تفرجوا فينا على المباشر يوتيوب الشين اللايف متاعنا يوتيوب ديوان اف ام لايف ولا على الباج فيسبوك راديو الديوان كما قلت الربح مكمل نلعبوا على بون داشات ديسكاونت بعد شويه قيمته 100 دينار ومازلنا موصلين الاحتفالات بالعيد ميلاد السابع للديوان كلمونا على 31 328 328 تقريبا كل ربع ساعه عندنا كادو نجم النجوم لو جران واحد من اسعد المواطنين الايامات هذوما في تونس بعد قرار التاس هكاك ما عنده حتى ربح في الحكايه وربح شيء كي صغار ربح يحب يشكب على رئيس الجامعه وديع الجاري لوغرو محمود البارودي بونجور رفيق بونجور ميخائيل كل اللي يسمعوا فينا كل واللي يتفرجوا فينا ان شاء الله جمعه مباركه محلاها طقس هكا فريق تخرج لبرا دونك سيسوا رواحكم على صغيراتكم كي تخرجوهم الصباح لفوهم شويه بركه خاطر بعد تعاود تسخن الطقس والله بالحق هو راهو اللي قاعد صاير
والله ماهوش في صالح حتى حد رفيق، ماهوش في صالح حتى حد. على الاقل سافا نو بيرميتر باش نعملوا شويه جو هكا، شويه امبيونس. سمعت الويكاند كامل وانا نغني في الاغنيات اللي غنيهم ميغالو هذوك، واحده يا النهضه والاخرى كلام التاس ولا شنو كلام التاس. معناتها الحقيقه وتعرض الحمله ميغالو بالمناسبه هذه زمنا نسين دول، يعني في نهايه الامر هذه حريه التعبير رفيق عنده الحق، وتعرفوه ميغالو من قبل عمل القلبس في وقت من الاوقات وعمل برشا حاجات ويقلد. دونك يلزمنا نقبلوا بعضنا مهما تكون الاختلاف، مهما تكون الاختلاف نقبلوا بعضنا، واحنا قدرنا في هالبلاد هذه نعيشوا مع بعضنا. اذا كانوا وصلنا قابلينك سيكو قابلين بعضنا محمود، معناها ودليل وجودك في هذه المجموعه. شكرا لك محمود البارودي، جميله انيقه رشيقه، جينا بالدنجري ريفيزيتي، جينا برشا ضحك وبرشا ابتسامه وبرشا بهجه. الجميله سونيا الدهماني بونجور. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا عديتوا ويكند باين. عن نفسي عديت ويكند هيل، اما يزم الناس تعرف وقت لي وصلت صباح وسالت رفيق على الويكند نتاعو، شدني الضحك بالويكند نتاعو. الويكند نتاعو انا بنتي وقت اللي قلت لها شنو برنامجك في الويكند، عندي رانديفو نهار الجمعه، عندي رانديفو نهار السبت، وباش نقابل ما نعرفش شكون نهار الاحد. تعرفش كيفاش بنيتي هزيت في ليشتي ومشيت عديت ويكاند رفيق. وين عديت؟ في المسير. عديت في المسير. صح حفر. صح عديت في المسير. انا مدام الاسبوع ذي علمت بنتي لعبه البهيم نتاع الكارتا وخسرت معاها وعملت لي حمير واجواء سانك سانك في الويكاند. شفت انا اللي نحب نقوله، وانت تحكي على الويكاند نتاعك وخديجه تحمر لك وتكربيس ولعب وبهيم وكل لعبات الكل، يشبعوا صغاركم مادام صغرونين مازالوا مجدودين. انا نشوف برشا اولياء برشا امهات تبدا فاده تقول تعبوني تعبوني فديت قتلوني اركحوا، يشبع بهم خاطر بعدك ما عادش تلقاهم. ما عادش باش تلقاهم. ما عادش تلقاهم، تولي عندهم حياتهم، اشبعوا بصغاركم مادامهم صغيرات. ربي يفضل الصغيرات الكل وربي يقوي الوالدين الكل ماديا ومعنويا. مش سهل اليوم تربيه الصغار، انطلقت الرحله. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله ربي يعطيكم كل حاجه باهيه. تحيه للناس اللي تتفاعل معنا، صديقنا يونس البنوني سلام عليكم من بلجيك، يا حبيب بن صالح، معز بن عمر، تسنيم مساود، نبيل مارادونا، اصدقائنا يقوموا معنا يوميا على اليوتيوب، ويسبحوا عليكم ويسبحوا على كل الناس كانوا في تونس ولا خارج تونس. في انتظار ان شاء الله نصلحوا المشكله على مستوى الميكرو خاصه نتاعي كيما نقرا في الكومنتات. نمشيو نسمعوا ابرز ما صار في حلقه نهار الجمعه. اقتنص لي ومنفور القناص لو كرون رامي رامي ريز. نسمعوا توت سويت الزابينغ. زابينغ. مشاكل الرفماك مشاكل تافهه. بار اكزومبل نعطيك مشكله من مشاكل الرفماك، بوكي نوار دخلت البلاتو بوليميك صارت. جاب لنا بوكي دو فلور فلوريست روز روج، يحب يجي بحذانا ويعطينا البوكي. مرحبا نستقبلوه، يعطيك الف صحه. واش تروح به انت عاد العاده؟ بيان سور. هو والجاتو. انا الجاتو روح. اي هو رفيق كان جات عنده القدره عادي يروح بالكرونيكور مكشتين معاه ما يقلقوش. لا لا وزيد يتسائل. قلت لك مشكله تافهه وتتوال. يخليك ميرسي بوكو سلام بن صالح، ميرسي على البوكي. خليه بحثنا لهنا باش يتصور بوكي دو فلور فلوريست روز روج. اعملوا طل على البوكي حاجه مزيانه. هذه للديوان ولا للرفماك؟ للديوان، مكتوب عليها ديوان. دونك باش تقعد للاخر باش يروح بيها. شكون كريم بن عمر في الليل؟ حاسيلو يعمل الله دليل. لا نحب نعلمك عزيزي المستمع، تولي وليت فما مشكله ما بين رفيق بوشنيق وكريم بن عمر. اي لا لا تو سكي يدخل الديوان لازم يروح به رفيق، ذي قاعده. اما كلكم عزيزي المستمع والحاج وعلاقته بالسياسيين كوم اخر جمله، الحاج مش فاهم هو وين والله ظهر لك هيك. تدهور وقت كنت انت موجود ما فما حتى تدهور، اليوم جاء تدهور الكل. يا زياد عم ناجي عاد يا زين عاد من الكلام الحاج يقول له عم ناجي. هذه ما تنجم تقولها كان ديناصور انت الحاج، ما تنجمش تقولها كان ناجي جلول. تعيط له عمي عم ناجي تو كلام هذا حاج ملك وين اليزابيث اكبر منك تعيط لها عيش بنتي تو هكا. اي الحاج عنده ثقه، تذكرني شويه بثقه رفيق في الاسئله نتاعو. السؤال يقول شنو الحاجه اللي قويه فيها سونيا؟ تاريخ سونيا ما هي؟ تاريخ جغرافيا اقتصاد شنو جوك؟ تاريخ. أنا سألتك هكاك عندي سؤال واحد، كم عدد أجنحة النحلة؟
عندي سؤال واحد انا اللي قلت باش تدخل لي عالم الحيوان نظروا زعما محضرين برشا. اه شقاولك من بعيد يظهر لك رفماك من داخل من داخل من سيربح المليون اما لوينك عنا جورج قرديحي في الانيماسيون اللهم صل على النبي وهو عاطي شويه جورج قرديحي على عبسه ترعى مامو ساعه ساعه يعطيك حكايه قديمه وكذا فهمت اي كوكتيل حلو قداش بربي شكون يعرفك التفاهه نتاعك يجي نحل يقول لحمي مالح لحمي مالح انا دمي مالح دمي مالح دمي مالح ولا دم حاجه من الاب احنا يفهموا سوا ديزون نحله تفهم سي بون دمه مالح ترخى النور تنكروا يا قداش كنا شعب عظيم قداش كنا شعب عظيم اه على اساس احنا ما عادش توا يا راجل يا راجل انا ديما شعب عظيم مادام نمروا للشيطان يعفس على شليكك التقلب راهو حكايه اخرى جمله يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ زابينغ تسفيق على الكرو رامي رامي يلا نمشيو مباشرة نسمعوا الموزيكا ونرجع بكم 1990 الأغنية اسمها أمانيه والمغنية اسمها ديانا حداد عندنا مدة ما شفناش ديانا حداد ولكن من المغنيات اللي نجحوا أنهم يماركيوا الفترة هذيك فترة الجيل الذهبي والأغاني الذهبية وصعود روتانا ومزيكا والقنوات اللي عشنا معاهم أحلى سنوات العمر نمشيو بعد شوية للأخبار مع سندريلا باش نحكيو على رئيس الجمهور وزيارته المستشفى الرابطة باش نحكيه على أكثر من تصريح رئيس الجمهورية في علاقة بالمدينة الصحية في القيروان ومرة أخرى الرئيس يتهم أعداء الوطن بالمؤمنين